يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أستكمل معكم أحبتي في الله سلسلة المنظومة الرقمية الرائعة في القرآن العظيم لنكتشف حقائق جديدة تتجلى أمامنا للمرة الأولى. تأتي اليوم في عصر التكنولوجيا الرقمية لتشهد أن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون كلمة الله تبارك وتعالى. اليوم سأتأمل معكم فعل القسم في القرآن. دائما يأتي بصيغة لا، لا أقسم، وهنا ملمح لغوي رائع جدا أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن يقسم لنا، ليس بحاجة أن يقول، يعني أن يقسم أنه على حق وهو خالق الكون. لذلك جاءت كلمة أقسم دائما وقبلها لا، لا أقسم دائما، لا أقسم، فلا أقسم، لا أقسم، وهكذا في القرآن كله أيها الأحبة، ليقول لك إن هذا الخالق العظيم مستغني عن القسم وليس بحاجة للقسم، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بك أيها الإنسان ورحمته بك أيها الملحد تحديدا أنه لو كان هناك قسم لكان هذا القسم. يعني مثلا عندما يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا القسم وراءه معجزة كبرى أنه لا يستطيع أحد أن يحدد مواقع النجوم، لأن الموقع الحقيقي للنجوم لا نستطيع أن نراه بأعيننا، لأن أقرب نجم لنا يبعد بحدود 4.3 سنة ضوئية. يعني إذا انفجر هذا النجم اليوم لن نرى انفجاره إلا بعد مرور 4.3 سنة، المدة التي يقطعها الضوء حتى يصل إلى الأرض. لذلك هذا قسم عظيم، النبي لم يكن يعلم، طبعا الله علمه كل شيء، ولكن ثقافة الناس في ذلك الزمن لم يكونوا يعلمون أن النجوم لها يعني حركة محددة، وأن الضوء ينتقل بسرعة محددة هي 300 ألف كيلومتر في الثانية تقريبا، وأن أي شيء في الكون يحدث يجب أن يمر زمن كبير حتى نراه، هو المدة التي يقطعها الضوء ليصل إلينا. إذن أيها الأحبة، هذا القسم العظيم الله يقول لك أنا لست بحاجة أن أقسم، ولكن لو كان هناك قسم لكان هذا القسم. لذلك دائما استخدم الله كلمة لا أقسم بالله هنا. الذي لفت انتباهي وجود نظام وبناء عدد وراء هذه الآيات، دققوا معي أيها الأحبة، كلمة أقسم في القرآن تكررت 8 مرات، كلمة أقسم تكررت 8 مرات ودائما بصيغة لا، لا أقسم. دعوني أتأمل معكم هذه الآيات. الآية الأولى فلا أقسم بمواقع النجوم، الآية الثانية فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وهذه آية تشير إلى أن ما نبصره أقل بكثير مما لا نبصره. العلماء يقولون إننا نبصر فقط 1% من الكون، و 99% هي أشياء إما نجوم خافتة لا ترى، وإما مادة مظلمة وطاقة مظلمة، سبحان الله. لذلك القرآن نبه إلى هذه الحقيقة. الآية الثالثة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، وبالفعل اكتشف أن هناك عددا من المشارق والمغارب، هناك كواكب تدور حول كوكب، يدور حول 3 شموس مثلا تحدثنا عنه، وله مشارق ومغارب متعددة. الآية الرابعة لا أقسم بيوم القيامة. الآية الخامسة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الآية السادسة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وهذه آية تدل على الثقوب السوداء، فيها إعجاز، سبحان الله، كل الآيات التي فيها لا أقسم وراءها معجزة. الآية السابعة فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، وقلنا أهمية ظاهرة الشفق لحمايتنا أيها الأحبة، الشفق القطبي يحمينا من شر الرياح الشمسية القاتلة، طبعا هذا بحث طويل.
وهنا الآية الأخيرة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. إذا لدينا 8 آيات. المعجزة الآن التي أود أن أذكرها لكم أيها الأحبة أن أرقام هذه الآيات فيها بناء عددي محكم يقوم على الرقم 7. إذا هذه الآيات 8 التي فيها لا أقسم هي جزء من المنظومة السباعية في القرآن العظيم. نحاول أن نكتشف هذا السر. دققوا معي أحبتي في الله لنكتب أرقام الآيات 8 التي ورد فيها فعل القسم. الآية الأولى رقمها 75، الآية الثانية 38، الآية الثالثة 40، ثم الآية الرابعة 1، الآية الخامسة 2، الآية السادسة 15، السابعة 16، الثامنة 1. طبعا أرقام الآيات هنا أيها الأحبة، هنا هذه أرقام الآيات. الآن العمل الذي قمنا به أننا قمنا بصف هذه الأرقام حسب المنهج الذي نسير عليه في صف الأرقام، لأن المنظومة العددية السباعية أيها الأحبة تقوم على منهج ثابت، هو أنك تأخذ الأرقام وتصفها بجانب بعضها حسب تسلسلها وترتيبها في القرآن، وسوف تجد دائما أعدادا من مضاعفات العدد 7، دائما تجد هذه تتكرر في القرآن كله سبحان الله مع الكلمات والحروف والآيات والسور وغير ذلك. الآن عندما نصف أرقام الآيات 75 38 40 1 2 15 16 1 يتشكل لدينا هذا العدد. هذا العدد أيها الأحبة هو 1,161,000,000 و521,000,000 و403,875، رقم كبير جدا. هذا العدد من مضاعفات العدد 7، يقبل القسمة على 7 من دون باقي، والناتج هو عدد صحيح كما نرى، ليس له فواصل أو كسور سبحان الله. يعني الله عندما رتب هذه الآيات التي فيها لا أقسم فعل القسم جاء أرقام هذه الآيات مصفوفة من مضاعفات العدد 7. طيب ما الذي يضمن لي أن هذا ليس يعني من قبيل المصادفة؟ انظروا أيها الأحبة، رقم الآية الأولى، نحن أمام سلسلة من الآيات 8 آيات، لو أخذنا رقم الآية الأولى مع الأخيرة نجد عددا من مضاعفات 7، وأخذنا رقم الآية الثانية مع ما قبل الأخيرة نجد مضاعفات 7، والثالثة مع التي قبل الأخيرة أيضا مضاعفات 7، والآية يعني الرابعة والخامسة في المنتصف مضاعفات 7. يعني نحن أمام شبكة معقدة. انظروا معي أيها الأحبة، الآية الأولى رقمها 75 والآية الثامنة 1، أصبح لدينا عدد 175، هذا هو من مضاعفات العدد 7، يساوي 7 × 5 × 5. طيب الآية الثامنة أو الثانية عفوا مع الآية السابعة، الآية الثانية مع الآية السابعة نجد الآية الثانية رقمها 38 والسابعة 16. يعني نأخذ آيتين، الأولى والأخيرة، ثم الثانية مع السابعة، الثالثة مع السادسة، الرابعة مع الخامسة، وهكذا نجد عددا هو 1,638 أيضا مضاعفات 7. طيب دعونا نذهب للآية الثالثة والسادسة. الآية الثالثة رقمها 40 والآية السادسة 15، أصبح لدينا عدد 1,540 يساوي 7 × 220. أيضا أرقام الآية الرابعة والخامسة، الرابعة رقمها 1 والخامسة 2، يتشكل لدينا عدد من مصفوف هذين العدين هو 21 يساوي 7 × 3 سبحان الله. والله أيها الأحبة، يعني هذه الأرقام، يعني هل جاءت بالمصادفة؟ يعني هل يمكن أن نجد أن أرقام الآيات 8 عندما نقوم بصفها تعطينا عددا مضاعفات 7، وعندما نصف الأولى مع الأخيرة والثانية مع التي قبلها والثالثة مع التي قبلها وهكذا؟ يعني نحن أمام شبكة متناسقة من الأرقام، وكلها بناء كله يقوم على الرقم 7. هذا يشهد على أن الذي أنزل هذا القرآن هو الذي خلق السماوات 7، وقال في هذا القرآن إنا نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه هذا النظام الرقمي هو بمثابة شفرة تستطيع من خلالها أيها الإنسان المشكك أو الملحد، تستطيع من خلال هذه الشفرة الرقمية أن تتأكد أن هذا القرآن سليم وصلنا كما أنزله الله عز وجل على قلب حبيبنا محمد، وأن الله حفظه إلى يوم القيامة. لا نملك والله أيها الأحبة إلا أن نقول الحمد لله، لأن الله أمرنا بذلك كلما رأينا آية يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.